The reason why we're here, because we want a glance into the future. So yeah. I will first, let me go full screen here. Okay. So this is our first question to you today. If you can tell us, what are the latest technologies and tools for Arabic type design? اوكي اول شيء بدي اقول انه الناس اللي هلا عم يعملوا تاب ديزاين كثير محظوظين لانه هلا في كثير برامج وبلاجنز موجودين اللي بيساعدوا الواحد يعمل خط عربي جديد بالمقارنه من قبل يعني وقت انا بلشت اعمل خط عربي او حتى قبل كان كثير محدود البرامج والكودينج تكس هلا بلش تغري هلا شو فيه تمام كثير نحكي ونضيع وقت عن قبل وهلا هلا في عنا تقريبا اربعه اما خمسه برامج اللي هن اكثر شيء مستعملين للتاب ديزاين اللي هن جليفز اب روبوفونت فونت لاب فونتوغرافي لحظه عم بكتب وراك بالشات بوكس don't go so fast اوكي جليفز So, I'm writing so Glyphs for everyone. App. Glyphs is RoboFont. Logo font. I think people when they hear them and when RoboFont. They see RoboFont, okay. FontLab. FontLab. هذول أكثر شيء معروفين. Okay. Okay. هلا هذول تقريبا بفتكر 90% of the type designers بيستعملوا. Okay. كمان في فونتوغرافر شو أقدم بس في شوية ناس بعد بحبوا يستعملوه بس ما كتير بفتكر فونتوغرافر وفي كمان فونت كرييت بس كمان هذا كتير قليل هذا بس ل فونت كرييت هذا بس لويندوز هلا هو كلهم لازم تشترون يعني they are to buy apps في open source اسمه Font Forge كمان هذا open source هذا الوحيد اللي هو free open source أنا فضل أستعمل word open source من free لأنه لازم الناس يعرفوا أنه كلمة free ما كتير هي true لأنه في كتير عالم بيشتغلوا وقت خاصة بالفونت You're cheating design. And you're jumping to answers other than the one we're talking okay, about. مش right مش مش احنا we will talk thing. About okay. free fonts later. Now we want to know what's available in terms of fonts for designers who are interested and what are the technologies. Yeah, the technologies. Okay, so the most used, أما أنا اللي أنا بستعمله أكثر شيء بحس إنه هو Glyphs App. So خاصة للجلوبال جلوبال سكريبتس يعني بفضل ما نستعمل بقى كلمة نون لاتن ولا تنسوا نستعمل كلمة جلوبال تايبوغرافي أمام جلوبال تايب فونت جليفز هو أكثر شيء اللي بيعمل سبورت حس لهلا إنه عنده سبورت للجلوبال تايبوغرافي منهم العربي سو كثير بهين على واحد يفتح البرنامج ينقي الكاركتر سيت العربي يبلش يعمل ديزاين بيعرف انه اياهم البيسك اليمنتس اياهم الليجاتشرز اياهم الاكسنتس اياهم البنكشويشن اكسترا في بيروحوا اكيد على الفورم او على المانيوال تبع هذا البروجرام بيشوفوا شو لازم يعملوا لازم يحطوا انكرز لازم يحطوا انكرز للاكسنتس اما بده يحطوا انكرز للاكسنت وانتري بوينتس واكسترا بعدين كل شيء فيك ينعمل اوتوماتيكلي اما بيسكلي البيسك كودينج في ينعمل اوتوماتيكلي بالفيتشرز يعني بنعمل اوتوماتيكلي اوبن تايب فيتشرز واكسترا سو هذا جليفز اكيد اذا بدك تعرفوا اكثر عن جليفز فيكم تروحوا على جليفز اب ويب سايت وبتقروا عن هالشيء اكثر هلا البقيه روبوفونت وفونت لاب هن الاثنين المعروفين كمان اللي هيدا بس انا حاليا بس بشتغل على جليفز اكثر شيء لانه بفتكر روبوفونت وفونت لاب they support less the global typography I might be wrong in that بس at least for Arabic بفتكر جليفز it's the most that supports and makes it easier for Arabic type designers to work on
بعدين البقية ما بعرف صراحة الأمانة شغلين بس موجودين هلا بيسايد ال الابليكيشنز في كتير بلاجنز موجودين اللي فيهم ينزادوا على على البرامج على الابس. مثلا بجليفز في شيء اسمه بلاجنز مانجر، واحد بيفتحه بيفوت في ينزاد كتير كتير بلاجنز. في بلاجنز بتساعد المصمم انه يعمل variable fonts أحيانا، أما بتساعده يعمل interpolation منيح، أما بتساعد يعمل spacing منيح، أما kerning منيح، أما so في كتير technical aspects فيها تكون كتير تتعامل بطريقة أحيان أما أسرع من وراء plugins. وهذا الشيء فينا نقول أنه هذول كتير أشياء جديدة يعني ما كانت موجودة من 5 سنين أو من 10 سنين يعني. So it's very good to know أنه هلأ اللي موجود مش بس موجود أنه applications، حتى موجود في كتير ناس بيعملوا coding وبيعملوا added plugins. في واحد يلاقيهم ويزيدهم على applications اللي هو عم يستعملهم تستفيد من الأشياء الموجودة. So Okay, so basically, يعني just to conclude, what you recommend the most is glyphs for whoever wants to design Arabic. يعني أنا من خبرتي هلا في غير ناس بعرف أنا بيعملوا عربي وبعرف إنه عم بيستعملوا روبوفونت أما عم بيستعملوا فونت لاب، بس أنا شخصيا بفضل أشتغل على glyphs. بس بعرف في ناس عندهم فون، بس بفتكر الأهين the easiest program to learn and to start working on Arabic هو Glyphs. بس okay طيب so this is I think this because I don't want to lose time and then not answer the أكيد. Second question أكيد. So the second question is who has access to the technology, how can we make it accessible to more, because you just now you we can talk about a bit about free and but not fully, but we can start talking about how if somebody doesn't know you or is not doing research and they're interested, how can they use this technology, how can they learn how to use it, or is it all self-learning, what do you advise them? برجع بقول انه هلا نحن عايشين بوقت كثير يعني التكنولوجي اتس افيلبل فور ايفري ون، كل العالم حيلا حدا اللي عنده اكسس على الـ على الـ على الانترنت في هلا يعمل تايب ديزاين، مش مثل قبل انه لازم تعمل تكون بارت من سيرتن كومباني اما تايب اندستري اما تايب فاوندري اما عندك اكسس لليميتد access لتكنولوجيا وكذا. So حيلا حدا عنده كمبيوتر وعنده انترنت وفي يعمل داونلود لحيلا شيء من هول الابلكيشنز اللي انا قلتهم، في يعمل تايب ديزاين بوينت يعني اتس اكسسبل somehow فور ايفري ون. هلا اذا حدا ما في يشتري الفول لايسنس، في ثلاث ارباع هدول البرامج في عندهم ستودنت ديسكاونت وفي عندهم اي ميني فيرجن اور لايك اي free version اما شيء هيك لهول applications اللي فيهم يبلشوا منهم، بس ما بحس يعني غاليين كثير هول applications. واذا ما فيهم يعملوا غالي غالي از ريليتيف لانه غالي غالي از ريليتيف يعني غالي از ريليتيف فما راح غالي از بس I think you made a very important point. Anybody with a computer internet access can download the applications and use them, but does that make them accessible? I think this يعني this can raise more complicated questions that I will save it till the end about. Okay, وقت أنا بلشت أعمل type design كان كتير صعب واحد يلاقي معلومات إنه كيف لازم تعمل يعني شو هن الستبس شو هن البوينتس اللي يهب تو تيك كير اوف، شو لازم تعرف لازم تعرف. ما كان في فورمز، ما كان في دوكيومنتيشن أونلاين، ما كان في مانيوالز. So هلا it's much more easy. يعني أنا كتير تعذبت، كنت بعمل حتى الماستر تبعي كتير كتير تعذبت تلاقي المعلومات. وقت لقيت المعلومات قررت انه حتى كلها اونلاين على وقت كان عندي بلوج صغير، حتى كلها اونلاين و I made it available for everyone.
لانه عرفت قد ايه انا تعذبت تاخذ الانفورميشن، لانه كل واحد كان يعرف الانفورميشن يخبيها على الثاني، لانه ما بدهم كانوا يعملوا شيرنج للانفورميشن، خاصه بالعربي. يمكن باللاتين كان في موجود، بس بالعربي ما كان موجود. هلا لا. Why do you think that was the attitude, Pascal? And do you feel like it's part of the culture؟ يعني انا عم نحكي من 20 سنه مشي هيك، الناس اللي كانوا يعرفوا يعملوا عربيك تايب هيك كانوا شويه مينيماليست، كانوا هاندفول يعني، وما كان كتير حابين to share the knowledge اللي هن بيعرفوها، لأنه for some reason أما mentality أما competition أما they worried أنه other people will start doing it whatever was the reason. Why did you decide to do otherwise أنت in your case? Why I know it أنك تعذبت but exactly لأنه حسيت أنه تعذبت تلاقي المعلومات وما بدي كان أنه الناس كان part on a new way of thinking أنه لازم يكون واحد عنده هال open attitude أنه to share the knowledge and to be more accessible. ووقتها كان بلش الدارج أنه واحد يكون عنده blog ويكتب إشياء وشير information هيك، فكتبت وقت الارتيكل وقلت كل الستابس اللي لازم يعرفوها الأرابيك تايب ديزاينرز. هلأ it is obsolete أنه back then كنا نحكي عن font lab وكيفك تعمل hacking للcoding system، كيفك تعمل الحط العربي وكيفك تعمل هيك وكيفك تستعمل الفولت وكيف it was a different technology back then. هلا اللي منا موجوده بقى so هلا بجليفز مثلا بتروحي على الويب سايت بتعملي داونلود للاب، بتعملي داونلود للمانيوال، تقري المانيوال، كل شيء موجود. بتروحي على الفورم عندك سؤال بتسالي، في hundreds thousands of people they might answer you beside the founders اللي هني مثلا جورج وغورغو راينر وفلوري ماجز. حتى على تويتر بيصير في education حتى على تويتر so يعني يعني حيلا سؤال بدك تسألي بيجيك السؤال دغري بذات النهار، يمكن إذا مش النهار الثاني هالقد الانفورميشن موجودة. So it is very accessible. طيب عزيم هيدي معلومة كتير مهمة إنه the knowledge is there for those who seek it. It's available. It's no longer hidden up in vaults. Exactly. طيب this is a question for the educator in you. What are your views on budding type designers and their skill set? And if you were their teacher, what would you advise them? How would you? What yeah, would you say to them? اللي عم لاحظه هلا انه في كثير يعني كل سنه على سنه عم لاحظ انه اكثر واكثر تايب ديزاينرز عم يصيروا موجودين. هلا بهالكاتيجوري في منهم اللي هن بروفيشنال تايب ديزاينرز، في منهم اللي هن they are newcomers اما they are amateurish. هلا هذا بيصير الستورد اون تو سايدز، الحد سيفي بحد اذا حدين، لانه بارت منا انه اتس جود لانه الكومبيتيشن عم بتزيد، البوزيتيف كومبيتيشن عم بتزيد، الكرييتيف اسبيكت. You said a very important word. I'm going to interrupt you. Why did you say positive competition and what do you mean by positive competition? Because I think this is an important idea that designers, at least as you said earlier in our region 20 years ago, this concept of positive competition did not exist. ما كانت موجودة. Speak it English. حتى يمكن لهلا. What you think it is and why do you need it? هلا هذا شيء من شخصيتي كمان، وكيف قلت قبل انه انا بحس انه ما لازم يكون في عنا الكومبيتيشن اللي هي بتلغي الاخر، اللي بالعكس اللي هي الكومبيتيشن اللي بتبني انه كلنا نعلى. يعني the more competition the higher the quality. انا هيك بشوفها، مش انه انا بعمل كومبيتيشن تلغي الثاني، بالعكس انا بعمل كومبيتيشن تخلي الثاني يصير احسن مني وانا اصير احسن منه وبرجع انا بصير هو احسن مني. سو بتعلي هذا الشيء انا بحسه انا بالبوزيتيف كومبيتيشن. سو انا كمان at some point بحس انه اف صار في كثير ناس عم يعملوا عربي، انا شو بدي اعمل؟ انه اوقات بعطي الهم خايف انه اف شوف ما عندي بقى افكار شو بدي اعمل، بس بعدين بفاجئ حالي عم اقول انه اف لا انه عندي هالفكره وليه ما بعمل هيك وليه ما بعمل هيك. سو كمان الناس اللي عم بيعملوا خطوط اللي عم بتضارب على الخطوط تبعي مثلا عم بتخلينا انه انا ارجع اعمل يعني to challenge myself انه ارجع شو هن challenge myself بالعربي
اللي هو اتحدى نفسي اللي اتحدى نفسي وفاجئ حالي انه هاي فكره جديده وهاي فكره جديده وكل سنه عندي فكره جديده اللي بتخليني اعمل شيء جديد. سو هذا الشيء اللي اسمه بوزيتيف كومبيتيشن. انا بحس هلا الشيء النيجاتيف بهذا الموضوع انه لانه صارت التكنولوجي كثير اكسسبل مثل ما قلنا قبل عم بتخلي الناس بسرعه يصيروا يعملوا تايب وتببلش ات اللي في ريسك انه بيصير في كثير يعني معقول الكواليتي بتصير انه اوقات بتعلى اوقات بتوتى لانه اذا كثير ناس كبوا خطوط مش كثير بروفيشنال بالسوق هذا الشيء بيوتي من الـ من الـ من الـ من الليفل والناس اللي ما عندهم كرايتيريا يعرفوا انه ايه منيح ايه مش منيح بيصيروا يستعملوا منيح ولا مش منيح ولا مش منيح كذا كذا بعدين معقولة تأذي شوية الكواليتي بس مفروض لا يعني انه مفروض انه الناس يكون في عندهم enough awareness انه دايما ينقوا الشيء المنيح والناس الاماتورش انه يعلوا الكواليتي والناس اللي هن experienced they are doing this positive competition وعم بيعملوا اشياء احسن واحسن سنة على سنة. وكمان اللي عم لاحظوا في كتير computer engineers عم بيعملوا type design صاروا في كتير ناس كان يعملوا بس قبل كودينج وكذا عم لاحظ انه لاحظوا انه التايب بزنس فيها شوية مصاري اما في هونيك شيء عم بيصير وعم بيصيروا يعملوا كمان خطوط. المشكلة انه اوقات الكمبيوتر انجينيرز اللي عم بيكونوا لحالهم عم بيعملوا خطوط الكواليتي تبع الخط بتكون منا كتير حلوه يعني الديزاين بارت ما بتكون كتير منيحه بس الكودينج بارت بيكون كتير قوي يعني بيعملوا مثلا كودينج بيكون في كتير اشياء انترستنج بالتايب والليجاتشرز وكومبوننتس وسكريبتنج واوبتا فيتشرز وهيك بس تجي بتشوف الديزاين بيكون كتير ضعيف. بينما التايب الانجينيرز اللي عم بيعملوا تعاون مع ديزاينرز مع تايب ديزاينرز عم بيطلع نتيجه كثير منيحه وهذا الشيء كمان هلا ما لحسن من اسئله بس فيهم وناس بيعرفوا يعني. والشيء الثالث اللي عم بشوفه انه في كثير نون ارب تايب ديزاينرز كمان عم بيعملوا هلا عربي لانه كمان كل التايب فاوندرز الجلوبال تايب فاوندرز لاحظوا انه العربي قد مهم وخاصه هلا نحن وي ار ان ذا جلوبال كوميونتي اند ذا جلوبال ماركت. العربي it's like the second if not the third second most done script من بعد اللاتن يعني في كتير ناس في كتير ناس منهم عرب بس درسوا enough they يكونوا even better than Arabs very few of them very few يعني they are very handful اللي فينا نسميهم اللي قدروا يعملوا عربي بطريقة أنه أحسن حتى من العرب at some point بس البقية لا يعني في أوقات بتلاحظ أنه هذا حدا عمل الخط منه عربي لأنه بتحس أنه العربي منه مزبوط يعني في ما how do you judge quality ما this is one of the advice that I want you to tell us how do you من الخبرة quality, how do we obviously من الخبرة أكيد وفي ناس experience بس كيف how would you tell a young designer how would they find a way if you were their teacher how would you what is something you would advise them to do to know if their font is a good font or a bad font or functional or not functional I mean مش good and bad but a successful working design or it's still lacking what's your advice what steps should they take how would they know whether this is good or it's crap إذا هن عم يعملوا خط أم إذا هن عم بينقوا خط؟ إذا هن عم يعملوا أو ينقوا الاثنين مهم لأنه يعني okay. القليلين اللي بدهم يصمموا خط في كرايتيريا واللي بدهم يختاروا خط كمان في كرايتيريا تانية فشو بتنصحهم اثنينين؟ So, okay. لكن أهم شيء إذا حدا عم يعمل خط أم بده ينقوا خط بده يكون بيعرف أنه هذا الخط في عنده أساس أساس خط عربي ناضج ومزبوط يعني الخط أما الكاليغرافي أما كيف الجملة الكلمة عم تتصل مع بعضها أم كيف الأحرف مرسومين أم كيف البروبورشنز تبع الأحرف
قريبين على البروبوشنز والكونكشنز اللي موجودين بالخط العربي اللي نحن كعرب وقت نقرا معودين عليها. نحن وقت نقرا بنشوف السنتاكس تبع، بنشوف الوورد ايمج، بنشوف الفلو تبع التكست. اذا انا بقرا خط بكون في تقطيش، في عم بكون في بنحس انه الاحرف ما انه كثير بروبوشنال مع بعضهم، في احرف كبيره احرف صغيره، اما بنحس انه الويت ما انه كونسيستنت، يعني في مثلا حدا صغير او كبير، اما كثير يعني حسب ديزاين. بس انه واحد بحس انه الخط معمول بطريقه منيحه مش معمول بطريقه منيحه، اول شيء من النظر عليه، يعني انت بتشوفي لهالخط بتشوفي انه ثاني شيء بتشوف الديتيلز، مثلا كيف الاوتلاينز، اذا في فيتشرز، اذا في ليجاتشرز، اذا في ستاتستيك سيتس، مين عمل التايب فيس كمان هذا الشيء كثير مهم، مين عمل ومن وين ببلشت. ليه مين عمل كثير مهم؟ لانه this is an extra layer of research that designers need to اكيد يعني انا كيف انا مثلا اذا بدي اروح اشتري كتاب شوف مين الاوثر اكيد، يعني أم اذا بروح بشتري هاي الاشياء برودكت شوف مين عمله. Advice is before using a font please research and research about it. يعني هذا الخط مين عمله، ليش انعمل، شو هو الفانكشناليتي تبعه، it is for text or it is for display, it is for screen, it's for print, شو هن الديزاين اسبيكتس تبعه، شو هن الفيتشرز اللي موجودين بهالتايب فيس، كل تايب فيس فيه تايب سبيسيمن بحطوا كل الاوتوتايب فيتشرز، انه هون فيني استعمل هالفيتشر اما فيني استعمل هالفيتشر. سو الخط اللي معمول بحدا experienced، اللي في عنده weights، اللي في عنده typographic options، اللي في عنده appetite features، اللي مرسوم بطريقة مزبوطة، اللي فيه coding مزبوط، هذا بيكون خط مزبوط أما منيح okay. valid. إذا ما في هالشي criteria overall yeah basically إذا رحت لقيت هالخط بwebsite مرتبة وفي عند هالخط في عنده type specimen فيني نزله وقريه، this is already a key element. إذا أنا الفونت عبالي بمحل free أما مش free أما hackers place أما website مش عارف مين عمل هالخط أما ما في شيء أقرأ عنه لهال typeface، هذا already it's a question. It's a first hand. Yeah, it's a question. Okay. هلأ we'll discuss this in the coming, but I want you to tell us about variable fonts because you are one of the few variables designers who already started experimenting with variables. So why are they important? What are they and how do we use them and what's the point of having them? Can you tell us a bit about variable fonts? Okay, I'll put you on some links in the chat. And I wrote a blog, a small article on the بلوج، وفي كمان بلوجز لغير bigger foundries اما organizations مثل جوجل، اما في مثلا ويب سايت اسمها vfonts، اما في حتى ويب سايت اسمها variablefont.io بيخبروا كثير عن الفاريبل فونتس. الفاريبل فونتس هي السيتس تكنولوجي صار تقريبا شي 8 يعني بلشت ب 2016 2017 واخذت كم سنه تسات ماتيور، بعدها it's still in development، بعدها شوي جديدة تكنولوجيا ما كتير ناس بيعرفوا عنها. بس هاي التكنولوجيا بتخليك تشوف التايب فيس مش بس انه as a static element بس as a dynamic element، اما file اما data. سو قبل كنا نحكي انه كل font هو style وكل style هو static ما فيك تدق فيه. هلا بتشوف هلا الفاريبل فونت بخليك تحط كل الستايلز وكل الويتس وكل الديفرنت اكسسز، يعني فيك تحط ويت، فيك تحط كونتراست، فيك تحط اوبتيكال سايز، فيك تحط اللي بدك بقلب هذا الفونت، وبيصير هو دايناميك انه اليوزر في يغير بهذا الخط for functional or for aesthetic reasons. يعني function مثل ما نقول مثلا to make it less legible or more legible or more display or more text. إذا كان صغير التكست بيغير شغلة أو إذا كان كبير. أما for some accessibility reasons كنا نحكي قبل مثلا إذا ناس مثلا dyslexic أما لا،
أما إذا ناس عندهم لناس إذا بعيد عن التليفون أما إذا قريب عن التليفون أما إذا عم بشوفه على سكرين كبيرة أما على ويب سايت وات إيفر في يكون في عنده فيتشرز إنه يغير بالجريد أما بالويت أما بالكونتراست يصير أكثر ليجبل هالتايبفيس. تاني جهة في الأستيتيكال بارت اللي هي فيها نعمل أنيميشنز. في كتير نعمل أنيميشن بالفونت بلا ما نستعمل أنيميشن أبس أنيمور. هو الفونت بحد ذاته يصير أنيميتد using only HTML code. مشكلة لأنه حأحكي جماعة الجاي مع فرانسوا and he already worked on a plugin to animate Arabic fonts. ف I think I need to put you in conversation with him so we can see how that's going. But I have another basic question, like as if I know nothing. So I go to 29 letters. I download a variable font. I buy it and I install it on my system. Yeah. And I go into, for example, Illustrator to start using this font. So yeah. Where do I manipulate the variable features? Is it inside? Okay. Is it a plugin I need to buy? Is it like, how do I use it on a platform? هلأ لا. Until today, لحد اليوم, the variable fonts هني أكتر شيء مستعملين على الـ الويب على الـ على الـ يعني براوزرز على الانترنت. أكتر شيء في سبورت على البراوزرز وفي يتحكم في كتير HTML كود و CSS كود كذا اللي بيتحكم بهالفونتس وفي الويب ديفلوبر أما اليوزر إذا هيدا يستعمل كل الـ variable fonts بطريقة fully functional. المشكلة بالديسكتوب ابس اللي هن مثلا من ادوبي وغيرهم they have support but they still have some bugs in them وموجودين بالارتيكل اللي بعد اللي انا حطيتها بالشات. بيسكلي في كم مشكل اللي هن موجودين اللي مثلا بالعربي في شوي مشكل بالاكسنس الانكرز اللي ما كثير بيزيحوا اما بالسبيسنج اما بالكيرنينج. بس بيسكلي وقت تفتحي انت variable font رح تشوفي اسم variable font ورح تشوفي تحته الاكسسز الموجودين وانت بهول اكسسز فيك تزحيهم. عندك مثلا ويت اكسس من مثلا 200 ل 900. 200 هو مثلا الثين و 900 هو البلاك. مشي هيك. عندك مثلا اكسس ثاني هو ويتس من كوندنس ل وايد. واحد ثالث عندك مثلا كونتراست. طب انت از ديزاينر سو بتلعبي انت بالاكسسز وبتستعمل فونت يعني مثل ما بس تفتحي بيطلع لك قبل كان بس تفتحي يطلع لك مثلا ريجلر بولد بلاك ام ريجلر. هلا ما عندك هدول بعد لانه بيكونوا بريسيت انستنسز بس كمان عندك اكسسز وعندك اول ذا انليمتد سبيس بتوين اول اوف ذيز انستنسز. طب هاو دو يو كنترول ذا ديزاين؟ بيكوز اي نو ذات وين يو ديزايننج لايت اند ديزايننج بولد اتس ذير اولموست لايك يو نيد تو جو ثرو ذا هول بروسيس فور افري انستنس. So it's a different design. How are you addressing that issue? هلا المايندسيت كثير شوي تغيرت. يعني وقت عم تعمل ديزاين ل only like separate some styles it's a total mindset than you're working on a variable font وعم تفكر بشيء اسمه هلا design space اما design visual. So هلا بنحكي بشيء اسمه accesses وspace. عندك x y اما z اما عندك 2 وبصير تشوف الديزاين تبعك مش انه بس ك static instances بتصير تشوفيه throughout a certain virtual space. وانت as a designer رح تجربي قد ما فيك تعملي control لكل هالspaces بس اكيد رح يكون في some limitations بس في tools وفي limitations تخليك تعملي some insertion of like exceptional layers and intermediate layers and alternative layers and masters بهالspace تتخليك as much as possible تخلي الكنترول موجود على كل هذا الشيء. بس you have to accept at some point ان انت بقى عتعملي static typeface عتعملي شيء اسمه dynamic typeface. So عندك control عندك full control على الماسترز بسميهم الماسترز اللي هن الاكستريم. هلا بتشوفوا فيجوالز هلا سوري ما عندي فيجوالز فرجيكم بس اذا بعدين بتشوفوا تعملوا ريسيرش على فاريبل فونتس اما على ديزاين سبيس لفاريبل فونتس بتشوفوا هيك كيوبس اما سيفرال كيوبس فيجوالز تفهموا اكثر كيف انه بنعمل ماسترز للاكستريم
points بنعمل masters للintermediate layers وبنخلق التايفيز. قبل كنا بس نعمل مثلا one master أو two masters، هلأ بنعمل مثلا four eight 12 masters to control the space. So it's bit more detailed, bit more complicated, but it's very fun. Actually, it's like a fun tool for like us geeky type designers. It's more like a playground for us to play. And كتير نحن مبسوطين عم نلعب فيه وهيك وتعال نعمل هذا variable font ونجرب هذا access وكذا. يمكن users بعد ما بيعرفوا كيف يستعملون لهول variable fonts، بس نحن التاب ديزاينرز وير لايك كانوا بأميوزمنت بارك وعم نلعب بهالبارك وعم ايه سو وي ار انجويينج ذس نيو تكنولوجي وتراينج اول ذا. بس اي لاف ذا فاكت ذات يو منشند، اي ثينك ذا امبورتنت بوينت ذات يو منشند از variable fonts are not really about aesthetics and pure legibility. They're in a different setting, they're a different animal, they are more dynamic, they're animated, they're in motion, they give the user more autonomy over the font itself so that we can manipulate it more. So I think it's like a middle ground between the absolute best designed font and user experience and integration. مزبوط. بس just one point مش أنه we are ignoring legibility، لا بالعكس، لا بعد في كتير control على legibility وحتى فينا نزيد accesses اللي هي مثلا optical size أما grade أما contrast أما هيك to even improve legibility and هيدا in different sizes and mediums. بس اللي عم جرب كنت أقوله أنه الكواليتي مش عم تن ما it's not that we have lower no it's just different yeah it is different it's a different mentality it's a different way of thinking about it and it gives you new tools for us type designers to make new ideas for new typefaces اما to solve some ideas مثلا we are not sacrificing legibility but maybe we are not controlling it anymore 100%. We are maybe controlling it now maybe 90%. But this is still good enough. But with only controlling it 90% legibility, صار في عنا another 100% of access to new technology, to new design ideas, to new. مثلا بي إذا بحكي مثلا عن two examples مثلا بي 21 letters. في عنا مثلا أخذت بكرة مثلا كان قبل static كان في 94 styles لأنه في condensed, semi-condensed, regular, semi-wide. So في عنا الوايد من هيدا اشتغلنا عليه من سنتين وحولناه كله ل variable font صار font واحد فيه technology ل 94 styles قبل. يعني أنا قبل إذا ما كان عندي variable font بدي اشتري 94 styles تعامل ذات الإفكت اللي فايل واحد هلا بيعطيني إياه. بس أكيد وقت عملنا هالvariable font أكيد الـ in-betweens يمكن مثل ما قلتي خسرنا يمكن 10% أما 5% من هال nerdy detailing of the contrast and كذا، بس ربحنا كل هال universe. بس مش يعني أنه صار less legible. هلا بمحل تاني مثلا بالبروجيكت تبع أسكورا وأوكاسو استعملنا الـ variable font as a design element، عملنا stretch axis بتعمل stretch للأحرف اللي هن فيهم يعملوا stretch horizontally مثل الكاف والصاد والطه والكذا، وكمان مع الكشيدة بنعمل justification للخط بطريقة كتير inspired من المانوسكريبتس اللي كنا عم نعمل research عنه. يعني بقول لك انت شوي عم بتخلينا نرجع نصير خطاطين. You're giving us exactly. a tool so that the designers can become calligraphers again instead exactly. of copying history and mimicking every letter and then trying to insert this letter. Actually the designer is now in control of the whole process of بدي مد الكاف ولا أصرها بهذه الصفحة. Exactly so هلا التايبوغرافي it became advanced enough تتخلينا نقدر قد ما فينا نعمل اشياء نعملت قبل بالخط هلا ديجيتلي بطريقه كتير ذكيه وكتير مهمه. يعني مثلا فينا نعمل هلا اي variable font يكون مثلا كيف المد تبع الكشيده، عمل مد كيف تمد وبتصغر،
او مثلا الاحرف مثلا الكاف الصاد والتاء اللي كمل فيها المد وكذا. هذا الشيء ما كان موجود قبل. كان لازم نعمل، كنا قبل اللي ماكسيموم كان فيها نعمل، وكنا فيها نعمل alternates وستاتستيك سيتس، والديزاينر اما اليوزر بده يروح على الستاتستيك سيت اوبشن وينقي وحده وحده ويغيرهم، انه بتعذب يعني، ما كان حدا يقدر يستعملهم. سو شوي شوي ومع الفاريبل فونز كل هول دول الديتيلز رح يصيروا موجودين، وهوفلي سبورت رح يصير على ديسكتوب ابس كمان فولي سبورتد. وفكر رح تساعد 90% that you have, you feel like you're compromising. Do you think that the technology will eventually help you close this 90% gap and get the geeky nerdy 100% type design that you would like? اللي بقوله انه رح تصير تشوف الخط as a more powerful tool that you can use in a dynamic way وان a more closer to calligraphic way. بس it's not about only legibility at the end, it's about the whole experience of what this typeface is giving you. So as a tool. Because I'm supposed to also keep track of time of and time. Still, yeah. We still have questions. So now we can talk about font licensing and free fonts. وكل اللي بدك اياه. هلا فيك تقول اللي بدك اياه عن لا ما راح وشي حضلني ادمي. لا بس I think it's important that we have a record of why is it important to license? So can you tell us like why is it important to license and why can't we have هي الفكره اللي اكزاكتلي هلا كمان ما بحب اسامع كلمه فري، بحب اسامع كلمه الاوبن سورس. هلا اذا حدا عم بيجيب خط فور فري يعني لازم نعرف انه هيدا منه فري، هيدا لقاه بمحل عتايه بفري، اما هي واز ايبل تو داونلود فور فري بس هو منه فري، يعني هو لازم يكون اما مسروق من محل لازم يكون لايسنس، اما ات از ان اوبن سورس يعني حتى الاوبن سورس في عندهم لايسنس بتكون هي open source license، بس كمان في license يعني دايما في license. فيها تكون an open source license اللي هي يعني free to use، أو فيها ما تكون يعني حسب شو license، وفيها تكون license اللي لازم واحد يشتريها. بس هي الفونت هو كأنه product، يعني أنت كل ما تشتغلي product بيجي معه kind of license. أما سي أنت كيف فيك تستعملي it's the same idea، يعني هذا الفكرة أنه هو it's a digital product when you buy it you have to license it. بيجي مع اللايسنس، بيجي مع التايب سبيسيمنت كذا، انه المانيوال اذا بدي كيف فيك تستعمليه لهذا الفونت وكيف لازم تستعمليه. سو هي الفكره الاساسيه. هلا الحلو باللايسنسينج انه كنا نحكي كمان شوي عنه على البزنس بارت اسبكت، انه ليه هلا في كثير عالم كمان عم بفوتوا بالفونت تكنولوجي، لانه قبل اللايسنسينج من مش من كثير زمان يعني مش less than 10 15 years كانت ثلاث ارباع اللايسنسينج بس ديسكو، يعني بس كنا نعمل لايسنسينج the number of computers اللي هالفونت بده يعمل installing downloading عليه. هلا صار في عنا webs desktop licensing, web licensing, app licensing, ebook licensing, broadcasting licensing. اللي بدك يعني licensing movie, animation, gaming. And there are different kinds of licensing. You can just rent the font for a while now, right? كمان في عندك renting option وحتى في عندك subscription option. في عندك بلاتفورمز فيك تعمل سبسكريبشن بيطلع لك كل الفونتس تبعهم اون ا مانثلي بيسز. كيف تعمل سبسكريبشن لموفيز ام لاذر سيرفيسز ام لابلكيشنز؟ فيك تعمل هلا كمان سبسكريبشنز لفونتس. في كمان رنتنج سيرفيس مثل فونت لاب، نحن بارت اوف ات، بيعمل رنتنج سيرفيس. اند ذيز ار تشيبر واي اوف جيتنج اكسس تو فونتس ويزاوت هافينج تو باي ذم بيربتشولي. ذا اذر ثينج انه اف يو لايسنس ذم ذي ار بيربتشولي، يعني ذي ار فور لايف، يعني اونلي يو باي ات وانس. And then you use it for all the projects. So if you think of it, it's not expensive for the price that you're paying and for the usage. Yeah, it's... الفكرة is that الشيء أنه كيف أنت إذا بدك تستعمل مثلا صورة technically بدك تاخذ license من الفوتوغرافر، أما لازم أما إذا بتستعمل حيلا anyways يعني هي الفكرة أنه it's a exactly it's a product. هلا أنا ethically كل الناس اللي they are licensing the funds I'm grateful to them and I'm ethically thankful for them، لأنه there is enough people that are licensing
especially in the Arab world, compared to other cultures, thankful there is enough. The people who are taking the phone for free, or they are getting it from blogs that are have the phones hacked and they are able to download them for free, I'm okay with that, as long as they are going to use it in a way that for them personal, it's okay. But is a shimarra استعملوها لا client, or the client فيه يدفع حق license, مش غلط انه يحطوا حق اللايسنس بقلب الانفويس تبعهم بقلب الكوست يعني وبيمشي الحال يعني ما لنا مشكل. انا كمان قبل كنت كثير على الهم انه كل الناس اللي عم بيسرقوا الفونت، هلا بشوفها انه لا بالعكس، انه اوكي اسرقوا اكثر الفونت قد ما بدكم تسرقوا الفونتات واستعملوهم، لانه this is free marketing لهذا الفونت. وبالاخر الفونت كل ما يصير اكثر مستعمل كل ما يصير اكثر معروف، واذا صار اكثر معروف في اكثر ناس رح يعرفوا عنه، والناس اللي رح يعملوا لايسنسينج رح يعرفوا عنه ويعملوا لايسنسينج. سو ما عندي مشكلة. هذا تغيير جذري لكيف عم نطلع على على انت اول ديزاينر عم بيقول يلا معلش ما في مشكلة. This is لا ما في مشكلة، لأنه يعني أنا وقت بلشت كنت كثير أنه ما كنت نام يعني، أنه صوري كل يوم حدا يقول لي أنا شوف هالويب سايت شوف هالبلوج وهذا حطيت لك الفون تبعك أونلاين وهذا. بعدين صرت افكر فيها، وكمان وقت صرت احكي مع غير عالم وكذا، وتصاروا كمان ويب فونز صاروا اونلاين على الويب سايت، هلا حدا في يفوت ياخذهم الفونز من البراوزر يعني، حتى اذا حدا بس بيعرف شويه كودينج في يسرق كل الفونتات ويحولهم من ويب فونز ل يعني اتس فيري ايزي. سو الفكره انه الفونتات it's انا مبسوط اذا حدا ما في يشتري الفونت انه يسرق او يستعمله من انه ما يستعمله حبيبي. لانه انا لانه غيرنا البرسبكتيف كليا. لا بس بس لا بس تعرفي ليه؟ لانه هذا الشخص اذا 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 ما استعمل الفونت رح يصير ليميتد انه للفونتات اللي هن بالسيستم فونت اللي هن كثير بايخين اما بيسك. وتاني شغلة هذا الشخص ما رح يقدر يشتري الفونت، ما في يشتري الفونت. سو خذوا استعملوا بشرة حلوة let people know about it، ويمكن وقت يصير معك مصاري أو وقت يصير في عندك زبون تقدر تشتري الفونت لح بعرف أنا then hopefully you will buy the phone. It's a lovely attitude. This is the really, way for it's it. Really, I think I wish we can all afford to have all of these. Anna, I'm rushing you through the questions. I could literally spend 3 hours talking. هلا بس في شغلة قبل ما نروح. Sorry. إذا ناس كمان ما فيهم يشتروا فونت ودار أثيكال ودهم يشتروا فونتات من البلوجز، في كتير محل في open source. مثلا في عنا the most common أكيد هو جوجل. اما مثلا مثلا جوجل في كتير هلا فونتات مش كلهم، بس في at least more than 50% of the Arabic fonts there they are done by renowned designers. حيلا حدا في عنده suitcase من ادوبي في عنده access لكل الادوبي فونتس اللي في كمان عربي. في ناس اذا ما فيهم يشتروا الفونت في يشتغلوا مثلا renting service، ما انت قلت renting service تبع font stand ب tenths of the price يعني ب10% من حق الفوند. They can rent it for 1 month بيشتغلوا على هالبروجي وخلص. They don't need it anymore. هذا كثير مهم للتلميذ وللناس الفريلانسر اللي ما عندهم بكلاينتس. So there is ways of being ethical and trying as much as possible. And no. So there is a way. And if not, other people are being ethical. So that's it. بس at least عمول ديزاين حلو فيه للفونت وشهره. ما يدلنا وشنا بالقليلة. إذا بدك تاخده إذا بدك تسرق الخط عمول شي فيه حلو بالقليلة. So هاي الفكرة. طيب I think these are very useful hints for especially young designers, student designers. You can rent the font for 10% of its price. If you have Adobe Suitcase, you have access to all the Adobe fonts. And you can use Google fonts that have almost a lot of well-designed free fonts on their platform. So these are very good tips for open source fonts that designers who are on a low budget can use. Yeah, open source or renting or subscriptions.
Yes. Okay, my most favorite question now, and the last one, and then we'll open the floor and see. So anyone who, because we only have a few minutes left. Yeah. So if anybody wants to ask Pascal a question, this is your chance to write it to us in the chat box, and I can ask him until he goes through my last question, which is, what are the Arabic fonts of the future? And what is the future of type design? Yes. هذا سؤال كثير حلو. بفتكر المستقبل تبع الخط العربي عم ينعمل هلا. ونحن هلا اكشلي بالمستقبل، بس انه بتعرفوا انه الخط بده وقت، يعني بده سنه سنتين ثلاث سنين يمكن اوقات. سو في كثير ناس، مثلا انا هلا بهالسنه عم نشتغل على ثلاثه خطوط عربيه جديده، بس ما لحدا نعملهم ببلشنج حتى ست ساعة من بعده. And they are using the latest technology اللي حكيت عنهم هلا، يعني they are using the variable font technology. They are using the latest open type technology. They are using the latest technology, but لأنه كمان حتى يكون slanted and slanted و custom kerning وكل يعني عم نجرب عم we are getting use of all the latest technology تنخلق فونتات كتير interesting وجديدة، بس بدها سنة سنتين. وهلا انا من 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 عندي فيني اقول انه الاشياء الجديده الجايه، اما هي الفيوتشر، هي كثير رح تكون فونتس اللي حتصير اقرب واقرب على الخط مثل ما قلت قبل، يعني لانه التكنولوجيا عم بتخلينا نصير اقرب واقرب على الخط، رح نصير نشوف اكثر واكثر خطوط عربيه مودرن contemporary، بس كمان عندها a very strong root in calligraphy. الشيء الثاني اللي عم بشوفه، رح نشوف اكثر اكيد variable font عربي at least from 29 letters. ما بعرف the other people doing Arabic. ثالث شيء اللي عم بشوفه انه قبل ثلاث ارباع الخطوط كانوا نسخ basically simplified نسخ based، اما كوفي geometric based اللي بنسميه. كمان في شيء كاتيجوري مسميه هايبريد، اللي هن مثلا نيو نسخ ام هايبريد كوفي نسخ ام هيك. وشوي بشوي بفتكر هذا الشيء رح يصير اقل النورم، ورح يصير اكثر خطوط مثلا الركع الديواني اما الثلث اما الاشياء الخطوط اللي اكثر كومبلكس رح تصير اكثر واكثر تصير موجوده، لانه هلا وي ار ايبل تو دو ذات. هلا نحن بنعرف انه نحن بالعربي بنقرا اكثر شيء بالنسخ وبنكتب بالركع، يعني نحن وقت نكتب بنكتب ركع ما بنكتب نسخ، بس بنقرا بالنسخ وبنكتب بنطبع على الكمبيوتر اما بالمطابع اما بهذا بالنسخ. سو بحس انه الركع من بعد النسخ رح يصير اكثر كومن. يعني هلا بنشوف انه في بس كم ركع، وفي كم ركع طلعوا بس ستايل اما ستايل اما بس هذا، بس رح شوي شوي رح يصير في اكثر واكثر خطوط ركع بحس. أكيد modern version of it. بالكوفي مش بس رح يصير في square كوفي، هذا الجيومتريك بس rigid. الكوفي it's a word by itself، يعني قبل في عنا كان كل تاريخ العرب قبل ما اجوا الأتراك أما العثمانيون، كان في الكوفي، عنا الكوفي القديم، عنا الكوفي المظفر يعني مزبوط. مثل ما انت في كثير كوفي عالم، فيني دارس عالم بحاله كوفي لوحده. Exactly. اركي كوفي، ايسترن كوفي، مغربي كوفي، اندلسيان كوفي، فاطمي كوفي، ما بعرف، في كثير كوفي. بفتكر هدول شوي شوي كمان رح يرجعوا يطلعوا على شوي شوي، لانه الناس رح يفتشوا اشياء جديده، رح يعملوا اكثر ريسيرش، رح يلاقوا اشياء اكثر اونلاين اما باكاديميك ريسيرش وكذا. وبحس شوي شوي رح نشوف اكثر النوع من الكوفي اللي منه الجيومتريك بس، اللي هو اكثر كمان المكتوب، اللي هو اكثر كيرسيف، اللي هو اكثر في اكثر حياه وهيك. بحس كمان هذا رح نشوف منه اكثر، ورح نشوف كثير اشياء بحس نيو ايدياز عم تطلع من الاشياء اللي حكيناها بالفاريبل فونتس، انه اشياء تكنيكس عم ينعملوا بالعربي. انا بعد يمكن ما بعرف شو هن، بس الاكثر شيء بحس رح نشوف انه رح نشوف اكثر العربي اللي مش العربي المصدري اما العربي السمبليفايد،
رح نشوف اكثر العربي اللي بيصير فيه اكثر كاسكيدينج واشياء بالمد، اما كيف حكينا عنه قبل. هون الاشياء اللي انا عم بشوفهم هلا، ما بعرف هلا بحس حالي انا هلا بصار عم بصر، انا ايه عم بصارة خمن شو براجي عادي. عم بشوف، عم بيجيني افكار. بس انه هيك بحس كمان سنه على سنه رح يكون في اكثر تايب ديزاينرز والكومبيتيشن عم بتصير اكثر واكثر. سو بس إذا بنرجع لأول الحديث وأول شيء أنت قلته، عم جرب. إنه الكومبيتيشن is a healthy, is a sign of a thriving, developing community, and we should look at this competition from a different perspective. You know, we are improving each other's quality. Yeah, hopefully this will be the attitude of all the people who are in the type design industry, especially in our community. Hopefully. The last point, اللي سوري كعب شوف هلا النوتس تبعي. ايه بدي اعرف ايه of the industry كمان مش بس الفاوند. ايه الاندستري بحس ايه يعني رح تبطل بايدين بس الناس العرب، ورح تكبر اكثر من يعني مثل ما قلت قبل انه اكثر واكثر ناس منهم عرب عم بيعملوا عربي. بس نحن وكمان اللي عم تحس إيه انه الكودينج والدروينج يعني قبل كنا اكثر ريلاينت على اما موست ذا موست كومن فونتس، اما ذا ار مور ريلاينت اون ذا استاتيك بارت. كان في شويه اكثر مع كودينج وكذا واكثر تكنولوجي بارت. بحس اكثر واكثر مع السنين اللي رح تروح هول تو اليمنتس رح يجوا اكثر مع بعضهم. يعني بيصير اكثر مهم انه واحد اللي عم يعمل تايب ديزاين كمان يعرف اكثر اباوت كودينج وتكنولوجي وكذا وكذا وكذا، لانه اذا ما كثير رح يعرف اما رح تعرف رح يكون صعب انه ينعمل شيء جديد. سو هول العالمين عم بيقربوا على بعضهم اكثر واكثر اكثر، و they are going to be a lot more بالمستقبل. فيعني انت بتنصح اذا بدنا نصمم a type design major يكون في كمان programming اكيد. It will be amazing. يعني إذا حدا في يعمل تخطيط بالقلم وفرد وقت يكون عم بيعطي عم بيتعلم شوية كودينج وبايثون و HTML كذا، فهذا بكون جبار بيرفكت جبار يعني. Exactly. طيب أنت كمان عندك شوية radical ideas about the script on the web and the script in augmented reality. هيدا كمان عن the future of the industry. بدك تحكيني شوي عن هيدي الفكرة؟ augmented reality لا ما كتير بعرف، بس هي الفكرة كيف قلنا قبل انه الخط وقت يصير variable ويصير dynamic رح نصير نشوفه as a dynamic tool رح يستعملوها الديزاينرز اما الديفلوبرز اما التكنولوجي بيبل تو انهانس ذير ذا اكسبيرينس اوف ذا يوزرز ان ذير اون برودكتس. اذا كان ان اي بوك بلاتفورم، اما اذا كان لابتوب، اما اذا كان موبايل، اما اذا كان فيرتشوال رياليتي ثينجي مثل اوجمانتد رياليتي وات ايفر ات از، الفونت رح يصير يقدر يكون اي مور كان عم بستعمل كثير كلمة دايناميك، ما بعرف شو غير كلمة فيني استعمل، بس رح يصير اي مور less I think the word مش إذا ما بدك تستعمل دايناميك يعني بلكي في حركة أكثر منه ستاتيك اللي أنت وصفتها كثير منيح، إنه كنا نطلع على الفونتات على إنه شيء ثابت، هلا عم نطلع على الفونت على إنه كمان شيء متحرك متغير مع المانيبيوليشن او مع الذوق تبع الديزاينر اللي عم يتفاعل معه لهيدا الفونت. مزبوط. والناس اللي هن يعني بفكر في مره حضرت ليكتشر لحدا عم بقول مثلا عم بيفكروا انه كيف الفاريبل فونتس بيقدروا يساعدوا مثلا تو هاف بيتر ليجيبيليتي او كذا، مثلا بيقولوا مثلا اذا التليفون قد ايه هو مع الكاميرا مشي بيعملوا بيمجر قد ايه بعيد عن عيونك التليفون، واذا بتبعديه بيكبر الخط اما بيصير اكثر ويت مع الجريد، اما اذا بتقربيه بيصير كذا. اما اذا حدا عنده بالفونت ايه، اما مثلا فكره تانية كمان انه اذا انت عم بتكبر السكرين
وهو fully justified كيف راح يعملوا مثلا بيصير في مد بالخط ام لا، اما بيصير في اكثر ويت جريد، اما السبيسنج بغير هذا كمان حسب السكرين اذا بورتريت ام لاندسكيب، اما اذا انت عم تشتغلي على تابلت ام على سكرين ام على موبايل ام على واتش. في شيء خاصه كمان بال disable disability exactly. سو بفتكر في كمان غير انه استاتيكال وكذا، في كثير بارت رح يكون هيك كمان انه functional and functional exactly. I think so. كثير حلو. It sounds very exciting. I want the future to come. يعني it's coming actually. And I know. You say, I want كمان to كمان بديزاين بديزاين مثلا هلا مثلا نحن كنا ناخذ كثير مثلا animation of type design مثلا كيف نعمل animation لاستاتيك فونتس اما سي هيك اما نستعمل تولز نعمل animation بعدين رح يصير اكثر انه how to animate the variable font. كمان هذا راح يكون بالمستقبل. Next week I'm going to be talking to Francois and I'm going to be bringing this up to him and ask him like yeah. what do you do now? أكيد في عنده knowledge. Yeah. It's going to be exciting because he will be building on where we are stopping now and how to move the fonts because he already worked on a plugin. But there's one more comment that I wanted to add before I open the floor. We have 5 minutes for Q&A. And no, Arabic is spoken just like we say there's Latin and it's used by English, French, German, and different languages. Arabic is actually used by 28 different languages. Mm-hmm. So you have all of these people who use the letters for different languages, but they're the same as Arabic language. So when you say there are more and more designers, I hope that in the future I will see more and more designers that represent their language using Arabic letters and not just a Western-centric and Eurocentric approach on like how to commercialize or to capitalize on the Arabic script as a money-making machine. So this